بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، حمدا ملء السماوات والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. ثم أشار إلى دليل حدوث العالم بقوله بعد أن ذكر الدعوة، ما هو؟ أن العالم بجميع أجزائه محدث. أشار الشارح إلى دليله، أشار المصنف إلى دليله. نعم. قال الشارح في حق هذا القول من المصنف: إن المصنف أشار إلى دليل حدوث العالم بقوله، يعني لم يذكر دليله تاما بل أشار إلى دليله، هذه إشارة إلى الدليل فقط. نعم. فإذن ما هو الدليل؟ إذ هو أعيان وأعرال، يعني كلاهما حادثان. فالعالم بجميع أجزائه محدث، ثم يذكر فالمحدث للعالم هو الله تعالى الواحد القديم، هكذا يستمر. نعم. عالم يعني منحصر في هذين القسمين أعيان وأعرال، أما لأنه إن قام بذاته فأعين وإلا فأعرال، وكل منهما حادث لما سنبينه. لماذا كان كل منهما حادثا؟ سيأتي دليله. ما يقوم بذاته فاعين وإلا فعرض، سيأتي تفسيره فيما بعد، شرحه فيما بعد. ثم ولم يتعرض له المصنف، يعني لم يتعرض لما سنبين، يعني دليل حدوث العالم أو دليل حدوث الأعيان والأعرال. دليل حدوث الأعيان والأعرال لم يتعرض إليه المصنف رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن الكلام فيه طويل. دليل لحدوث الأعيان والأعرال طويل، لا يليق بهذا المختصر، هذا مختصر كما ذكر العلماء. ثم كيف وهو مقصور على المسائل دون الدلائل، هذا مختصر، ومع ذلك هذا المختصر مقصور، يعني محصور على ما؟ على المسائل، يذكر فيه المسائل فقط لا يذكر فيه الدلائل. هذا كان مقصود التأليف، غاية التأليف ذكر المسائل فقط ليس ذكر الدليل. نعم. لذلك لم يتعرض. فالأعيان هكذا عالم إما أعيان أو أعرال، ثم بعد ذلك يذكر ما هو الأعيان، ثم يقسم هكذا العين إلى مركب وغير مركب هكذا. فالأعيان ما له قيام بذاته، ما له قيام بذاته، ما أي ممكن، كلمة ما موصولة، فإذن هي واقية على ممكن. يكون له قيام بذاته، ثم بقرينة جعله من أقسام العالم، يعني لما فسر الشارح كلمة ما بقوله ممكن، ما أي ممكن، دليله هذا. بقرينة يعني هذا التفسير
بسبب قرينة جعله جعل العيان. من جعل المصنف جعل العيان من أقسام العالم فالعالم ممكن وكل ما في العالم ممكن. لأجل ذلك جعله جعل كلمة ما واقعة على ممكن. فإذا هذا حينما جعل كلمة ما واقعة على الممكن وهذا لإخراج الواجب. أسامة الدين يذكر وجعل ما عبارة عن الممكن أو جعل ما عبارة عن الممكن ليخرج الواجب. فإذا خرج الواجب ليس ممكنا. نعم. أما كون العيان قسما من العالم فلا يصلح قرينة على جمع ما عبارة من الممكن، لأن الممكن أهم من العالم لشموله صفات الواجب لذاته دون العالم. فالصحيح جعل ما عبارة عن جزء من العالم بقرينة جعله من أجزاء العالمين. نعم. هكذا هو يعترض على الشارح. الشارح جعله جعل ما واقعة على الممكن. هو يقول لو جعل يعني ينبغي أن يجعله جزءا من العالم، فالعيان ما أي جزء يكون له قيام بذاته. على كل حال تفسير ممكن لإخراج الواجب. ذكر مصلح الدين هنا بقرينة أي فسر أو خصص ما بالممكن بقرينة بتلك القرينة هكذا. فإذا بقرينة الباء متعلقة بمحذوف. فسرت خصصت ما أو فسر أو خصص ما بالممكن بتلك القرينة. ثم ما له ممكن أو كما قال يعني أسامة الدين جزء. نعم. هذا علة صالحة يعني جعله من أقسام العالم. ثم صفات الله تعالى صفات الواجب لذاته ليست من الممكنات الخاصة، الممكن بالإمكان العام بالإمكان الأخص، وهنا ممكن بالإمكان الخاص، ممكن بالإمكان الخاص. فإذا لا يتناول الواجب. لو كان ممكن بالإمكان العام فيأتي هذا المحذور الذي ذكره عصام الدين. الممكن يعني بالإمكان الخاص يعني ممكن لذاته، ثم ليس ممكن لغيره. ممكن يعني ممكن لذاته وممكن لغيره، هذا هو العام. عندئذ هذا المحذور يأتي، لكن الممكن عند الإطلاق هو الممكن الخاص يعني ممكن لذاته. ثم ما له قيام بذاته. ما معنى قيام بذاته؟ ومعنى قيامه بذاته عند المتكلمين أن يتحيز بنفسه غير تابع تحيزه لتحيز شيء آخر بخلاف العرض، فإن تحيزه تابع لتحيز الجوهر الذي هو موضوعه. هكذا. فإذا يقال في حقه تعالى أيضا أنه قائم بذاته. الله تعالى قائم بذاته. ما معنى قيامه بذاته؟ ما له قيام بذاته لا يدخل فيه الله تعالى، لأنه خرج أولا حينما فسر ما بالممكن، وكذلك أيضا يخرج من هذا المعنى. لماذا؟ لأن قيام الواجب تعالى بذاته معناه استغناؤه عما يقومه، هذا معناه، ليس معناه التحيز.
لما ليس معناه هو التمكن، هذا التحيز والتمكن في حق الممكنات. أما في حق الواجب تعالى ليس معنى القيام بالذات التمكن أو التحيز استغلالا بدون تابع لتحيز شيء آخر، استغناؤه عن التحي يعني عن محل يقومه. لماذا؟ لأن الله تعالى منزه عن المحل والمحليات، عن المكان والمكانيات، وعن الحيز والحيزيات، فالله تعالى أعز وأعلى منه ومنزه. فإذا هذا قيام بذاته، قيام بذاته عبارة واحدة لكن معناه مختلفان في حقه تعالى هذا وفي حق الممكنات معنى آخر. ثم معنى قيامه بذاته ما معناه عند المتكلمين، يعني معنى القيام بالذات مختلف عند المتكلمين عما عند الفلاسفة، لذلك يشرحه واحدا واحدا. أن يتحيز بنفسه، ومعنى بنفسه معنى بنفسه ألا يكون في عروض التحيز له واسطة في العروض، ومعنى التحيز بالتبع ما يقابل هنا بنفسه معناه ليس هناك واسطة في العروض. ذكر عصام الدين هنا المشهور بالتحيز بالذات، لكن شارح قال أن يتحيز بنفسه. المشهور ماذا؟ أن يتحيز بذاته أو أن يتحيز بالذات، غيره الشارح إلى التحيز بنفسه. ومعنى التحيز بالذات أن يكون مشارا إليه بالإشارة الحسية بالذات بأنه هنا أو هناك، لا عدم كون التحيز معلولا لتحيز شيء آخر. ليس معناه عدم كون التحيز معلولا لتحيز شيء آخر، يعني تابعا لتحيز شيء آخر. حتى يرد تحيز العين للكل فإن تحيزه تابع ومعلول لتحيز تحيزات الأجزاء، الكل يعني تحيزات الكل بتحيزات الأجزاء. إذن لئلا يأتي هذا معنى التحيز بالذات الإشارة الحسية، أن يكون المشارا إليه بالإشارة الحسية يعني بإصبعه هكذا يمكن إشارة، كما أن الكل معلول الأجزاء. ولعل المتكلمين خالفوا الفلاسفة في تعريف القيام بالذات لتخرج الصفات القديمة عن الأرض تحاشيا عن اطلاق الأرض عليها، يعني لو لم تخرج صفات الله تعالى عن هذا يمكن أن يطلق عليه الأرض، هذا الأرض لا يطلق على صفات الله تعالى. نعم هكذا. فإذا ذكر في الكتاب أن يتحيز بنفسه غير تابع تحيزه لتحيز شيء آخر بخلاف الأرض، فإن تحيزه تابع لتحيز الجوهر الذي هو معلوه. مثلا يعني هذه الأجساد الأعيان، هذا كتاب، هذا المكتب، وهذا الحاسوب، وهذا الحصير، وهذا يعني حقيبة، كرسي، كل شيء أيا كان، أو يعني نفرض يعني كرة، هذه كرة ماذا تتحيز بنفسه، معناه ليس تحيزه يعني وجوده في نفسه ليس تابعا لوجود شيء آخر بخلاف الأعراض. مثلا اللون، هنا خضرة وهذا بياض أو سواد وهكذا حمرة، هذه الألوان كيف تكون وجودها؟ وجودها يعني تابع لوجود شيء آخر. هذه الأعراض معروضة لأي شيء؟ هذا البياض معروضة لأي شيء؟ هذا الحمرة معروضة لأي لورقة؟ فإذن وجود يعني أو تحيز، حيز بمعنى المكان،
فإذا تعيز تمكن يعني اتخاذ المكان حلول في مكان. فإذا هذا التحيز تحيز الألوان الحمرة وهكذا تحيز معروضه هكذا. مثلا هذا الماء فيه سكر، فإذا هناك يوجد يعني طعم الحلاوة أو الملوحة لو كان فيه ملح هكذا يعني طعوم. فإذا هذه الطعوم تحيزها تحيز الماء ليس تحيزا خارجا للماء، بل هذا تحيز الحلاوة والملوحة تحيز الماء يعني تحيزهما واحد. لو لم يكن هكذا فهو جوهر عين نعم بخلاف الأرض، فإن تحيزه تابع لتحيز الجوهر الذي هو موضوعه هكذا ذكر أولا. تحيز الجوهر يعني كما قلت الماء أو يعني هذا اللون هذا يعني هذه الورقة أو لون هذا الثوب أو اللون في الماء لأن ماء أحمر، فإذا أين تحيز هذا اللون الحمرة؟ هذا تحيز الماء نفسه هكذا. ذكر الجوهر هنا الماء والذي هو موضوعه، الذي هو هذا الجوهر موضوعه موضوع ذلك الأرض. ما معنى موضوع؟ ثم فسره بقوله أي محله الذي يقومه، محله الذي يقومه. هذا لماذا فسر هكذا ثانيا؟ إنما قيد بالذي يقومه في تعريفه للموضوع لإخراج الهيولى عن تعريف الموضوع على رأي الحكيم. نعم على رأي الفلاسفة والحكماء يكون تعريف الموضوع فالهيولى داخلة، فإذا لإخراج الهيولى عن تعريف الموضوع فسر الموضوع بالمحل الذي يقومه. نعم هذا كيف يعلم أنهم قالوا أنه لو توقف وجود المحل على وجود الحال مثل الهيولى فإن وجوده يتوقف على وجود صورة الجسمية المطلقة يسمى المحل مادة. المحل ليس موضوعا بل هو مادة. متى هذا؟ لو توقف وجود المحل، وجود المحل يتوقف على وجود الحال، يعني الهيولى أو المادة لا توجد بنفسها بل هي توجد على الصورة، لذلك وجود الهيولى والمادة متوقف على وجود صورة الجسمية. صورة الجسمية حالة في الهيولى، إذن المحل يتوقف على الحال والحال صورة ثم المحل مادة هكذا. ولو توقف وجود الحال على وجود المحل يعني على العكس مثل وجود السواد فإنه يتوقف على وجود المحل يسمى المحل محلا والحال عرضا. فظهر وجه تفسير الموضوع بالمحل نعم هكذا ذكر الرومي في حاشيته. نعم فإذا هذا للاحتراز عن الهيولى، هذا هيولى لا يعترف به المتكلمون، مع ذلك للاحتراز عنه فسر هنا المحل الذي يقومه ثم يؤتيه القيام لأجله صار قائما. ثم ومعنى وجود الأرض في الموضوع هو أن وجوده بنفسه هو وجوده في الموضوع، ولذا يمتنع الانتقال عنه بخلاف وجود الجسم في الهيز، لأن وجوده بنفسه أمر ووجوده في الهيز أمر آخر ولذا ينتقل عنه. نعم عند المتكلمين هكذا وجود الجسم في محله له معنى، ثم وجود العرل في الموضوع له معنى آخر، لذلك قال ومعنى قيامه بذاته عند المتكلمين، ثم قال ومعنى
وجود العرلي في الموضوع. ما في المعروض يعني في المحل كما ذكر أولا، ثم هو أن وجوده، وجوده يعني وجود العرلي في نفسه، هو وجوده في الموضوع يعني ليس هناك وجود آخر له مستقل، بل وجوده وجوده في نفس الموضوع، يعني اللون موجود في الماء، الحلاوة موجودة في الماء، هذا الوجود فقط. ولهذا يمتنع الانتقال عنه، لا يمكن أن وجود آخر، بل هذا الوجود الواحد فقط، لذلك لا ينتقل منه، لا يمكن يعني نقل الحلاوة فقط من الماء الحلو، أو لا يمكن نقل اللون من الماء الملون، اللون فقط بدون شيء من الأجزاء، هذا الذي ينقل مع جزء من الماء أو مع جزء من الموضوع، وإلا لا يمكن. نعم. بخلاف وجود الجسم في الحيز، وجود الجسم في الحيز معناه آخر، لأن وجوده في نفسه أمر، لأن وجوده في نفسه أمر، ووجوده في الحيز أمر آخر، يعني يكون له وجودان، لذلك يمكن نقله، ولهذا ينتقل عنه. ثم وعند الفلاسفة معنى قيام الشيء بذاته، هناك قال قيام الشيء بذاته، استغناؤه عن محل يقومه، ومعنى قيامه بشيء آخر اختصاصه به، بحيث يصير الأول نعتا والثاني منعوتا، سواء كان متحيزا كما في سواد الجسم أو لا، كما في صفات الله تعالى والمجردات. يعني عندهم تفصيل آخر، ليس التفصيل الموجود عند المتكلمين، عند المتكلمين هذا تفصيل الذي يفرق بين العين والعرلي، وعند هؤلاء الفلاسفة يعني ليس هذا الفرق، لذلك عبر بقوله معنى قيام الشيء، معنى قيام الشيء. مصلح الدين قال أضاف القيام إلى مطلق الشيء إيماء إلى أن تفسيره عام يتناول حال الواجب والممكن والمجرد والمادي. عندهم قيام الشيء له معنى واحد فقط، سواء كان القائم أيا كان، واجبا أو ممكنا أو يعني ماديا أو مجردا أيا كان، أما عند المتكلمين ليس كذلك. نعم. بذاته استغناؤه عن محل يقومه، ومعنى قيامه بشيء آخر اختصاصه به، يعني اختصاص الشيء بشيء آخر، كيف هذا الاختصاص؟ بحيث يصير الأول نعتا والثاني منعوتا، هذا قيام العرض، قيام العرض هكذا يكون، اللون يكون نعتا للماء، كذلك الحلاوة تكون نعتا للماء، هكذا اختصاص. ثم سواء كان متحيزا كما في سواد الجسم، السواد يعني له تحيز، نعم، أم لا، كما في صفات الله تعالى والمجردات، صفات المجردات، ما في صفات الله تعالى وصفات المجردات، ليس لهذه الصفات تحيز، نعم. ما معنى الحيز؟ حيز سيأتينا، حيز معناه الفراغ الموهوم، هذا هو الحيز عند المتكلمين، يعني شيء يوجد في مكان، فإذا هناك مثلا لو فرضنا كرة داخل الماء، فإذا هناك الماء يحويه، الماء يحوي هذه الكرة، ثم هذه الكرة تشغل فراغا، لو فرضنا أن الكرة نقلت من هذا الماء هذا المكان، ثم ولم يعني ينضم جوانب الماء، هكذا لو فرضنا يكون هناك فراغ موهوم، وهذا الفراغ يقال له حيز،
عند المتكلمين. أما عند الفلاسفة الحيز ليس ذاك. الحيز يعني هذا السطح الحاوي المماس للسطح المحوي. فإذن هنا سطح من الماء يمس سطح الكرة. فإذن هذا السطح من الماء الذي يمس سطح الكرة، وهذا السطح الحاوي يقال له حيز عند الفلاسفة. هكذا. ثم وهو إما مركب، وهو يعني ما له قيام بذاته، يعني يقسم إلى قسمين، يقسم العين. وهو ما له قيام بذاته من العالم، لماذا قال ما له قيام بذاته؟ لأنه سبق الأعيان والأعراض. فإذن لا يمكن يرجع الضمير إلى الأعيان لأن الضمير مذكر. لو كان الضمير يرجع إليه كان ينبغي أن يقول وهي. فإذن هذا الضمير عسام الدين يذكر إشارة إلى أن الضمير راجع إلى الأعيان، والتذكير نظرا إلى أنه مذكر في المعنى، وأشار إلى فيه إلى توجيه آخر لكلمة ما في تعريف الأعيان سوى ما ذكره، جعله عبارة عن جزء من العالم. والمراد بالجزء في قوله إما مركب من جزئين، الجزء الذي لا يتجزأ. نعم. ما هو ما له قيام بذاته من العالم، من العالم يعني كلمة من تبعيلية جزء العالم. إما مركب من جزئين فصاعدا عندنا، وهو الجسم أو غير مركب كالجوهر هكذا. وهو الجسم يعني مركب الجسم فقط، وعندنا هكذا عند البعض. فإذا أقل ما يطلق عليه الجسم هو العين المركب من جزئين، هذا هو. ثم لو تركب من ثلاثة وأربعة خمسة كل جسم. ثم وعند البعض، من هذا البعض؟ المعتزلة. ثم وبعض الحنفية هكذا ذكر الكيراني. نعم. لا بد من ثلاثة أجزاء لتتحقق الأبعاد الثلاثة، أي الطول والعرض والعمق. يعني الجسم ما له أبعاد ثلاثة، هكذا عرفوا الجسم ما له أبعاد ثلاثة. فإذا متى تتحقق الأبعاد الثلاثة؟ لو تركب من أجزاء ثلاثة، وإلا يعني لا يكون أبعاد ثلاثة بل يكون بعدان، هكذا قالوا. ثم وعند البعض من ثمانية أجزاء ليتحقق تقاطع الأبعاد على زوايا قائمة. بعض قال يجب يعني ثمانية أجزاء، وهناك يعني آراء أخرى أيضا أن الجسم عند الأشاعرة هو المتحيز القابل للقسمة ولو في جهة واحدة، وعند المعتزلة هو المتألف والمنقسم إلى الجهات الثلاث. فقال الجبائي لا بد لتلك القسمة من ثمانية أجزاء، وقال العلاف من ستة هو أيضا منهم، وقال من ستة أجزاء، وقال صاحب المواقف والحق أنه يكفي أربعة أجزاء، أما القائل بأنه يكفي ثلاثة أجزاء فلم نعثر عليه، هكذا قال عسام الدين. على كل حال هناك خلاف، للجسمية يكفي تركب من جزئين أو يعني أربعة ثم أو ستة أو ثمانية، بناء على ما ذكره الشارح يكفي عند البالي، يجب عند البالي ثلاثة أجزاء لتتحقق الأبعاد الثلاثة. فإذا كيف تتحقق الأبعاد الثلاثة؟ كيف يركب؟
ذكر مصلح الدين وكيفية وجود الأبعاد الثلاثة بالأجزاء الثلاثة أن يوضع جزءان متلاقيان يوضع جزءان متلاقيان هكذا ثم كيف كان هذا الوضوء كيف كان بلا بس إما في الفوق أو في الجنب اليميني أو الشمال هكذا فيحصل بعد واحد ثم يوضع في ملتقاهما جزء آخر في ملتقى الجزئين يوضع في ملتقى الجزئين جزء آخر فيحصل له مع كل واحد منهما بعد فإذا يكون لهذا الثالث مع كل واحد من الجزئين الآخرين بعد فيحصل جسم ذو أبعاد ثلاثة على هيئة سطح مثلث نعم يكون هناك هكذا صورة مثلث فإذا هناك يوجد ثلاثة أبعاد نعم ثم بعده من ثمانية أجزاء ثمانية أجزاء يكون هناك هذا يتقاطع التقاطع الأبعاد هكذا على زوايا قائمة نعم ثم وليس هذا نزاعا لفظيا راجعا للاصطلاح حتى يدفع بأن لكل أحد أن يصطلح على ما شاء في الحقيقة قول الشاعر التبتازاني رحمه الله وليس هذا نزاعا هذا القول التعريض بمن لصاحب المواقف مواقف ذكر في المواقف والظاهر ما في المواقف ما ذكر في المواقف من أن هذا نزاع راجع إلى اللفظ والاصطلاح هكذا ذكر صاحب المواقف يعني علود الدين الليجي وذكر هكذا فإذا هذا تعليل به ليس كذا ورد عليه أيضا ليس هذا نعم ثم حتى يدفع لو كان راجيا إلى الاصطلاح يمكن أن يدفع هذا الخلاف والنزاع بأن لكل أحد أن يصطلح على ما شاء يعني يصطلح لفظا يعين لفظا على ما شاء من المعنى يجعله تحت إزائه نعم هذا جائز يقال يعني كثيرا لا مشاحة في الاصطلاح هكذا ليس هذا من ذلك القبيل بل هو نزاع في أن المعنى الذي وضع لفظ الجسم بإزائه هل يكفي فيه التركيب من جزئين جزئين يعني الجزء الذي لا يتجزأ الذي يعرف يقال بالجوهر الفردي سيأتي بيانه نعم جزئين أم لا يحتج الأولون الذين يقولون بأنه يكفي التركيب من جزئين من هم نحن يعني معاشر الأشاعرة أهل السنة يحتج الأولون بأنه يقال لأحد الجسمين إذا زيد عليه جزء واحد إنه أجسم من الآخر يعني جزء واحد موجود أولي عليه جسم آخر هل يقال هنا هذا أجسم؟ نعم هذا يقال هذا أجسم فإذا هنا زادت الجسامة والجسمية كذلك لو تركب جسم من مئة أجزاء في آخر تركب جزء من مئة وواحد جزء فإذا هذا الجزء الذي تركب من مئة واحدة يقال له هو أجسم من جسم تركب من مئة فلولا أن مجرد التركيب كاف في الجسمية لما صار بمجرد زيادة الجزء أزيد في الجسمية هكذا احتج الأولون نعم هذا احتجاج صحيح لكن الشاعر يقول وفيه نظر وفيه فساد لماذا لأن أفعل من الجسامة بمعنى الضخامة وعظم المقدار يقال جسم الشيء أي عظم فهو جسيم وجسام هذا من الجسامة ذاك أمر آخر والكلام في الجسم الذي هو اسم لا صفة هو نظر لكن الصحاب الحواشي أجابوا
حسام الدين يقول وفي نظره بحث. لماذا؟ لأن الجسم مأخوذ من الجسامة، هذا أفضل التفضيل، نعم هو مشتق من الجسامة، الجسم من أين مشتق؟ من نفس الجسامة، لذلك هناك اتحاد المعنى واتحاد الاطلاق. نعم. والمعاني اللغوية تكون مرعية في الألفاظ المنقولة، فالاحتجاج بأن الاكتفاء بمجرد التركيب في الجسمية يناسب الاسم مناسبة تامة دون غيره فهو راجح. نعم. هكذا ذكر مصلح الدين إلى نفس التعليل. نعم. وله أن يقول أن الجسم مأخوذ منه، يعني جسم مأخوذ من الجسامة، وملاق له في أصل المعنى، إذ هو أيضا ينبئ عن العلم والحجمية. أصل المعنى ينبئ عن العلم والحجمية، فزيادة الجسامة تدل على زيادة الجسمية. نعم. هكذا هو أيضا أجاب عن هذا النظر. ثم بعده أو غير مركب. هذا القسم الثاني من العين، عين جسم وجوهر. نقرأ فيما بعده وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.